في إطار برنامج التمكين ومشروع تشغيل الشباب في التفعيل المجتمعي لتدريب مجالس القرى وتعزيز التماسك الاجتماعي، نفذت اللجنة التنموية بمركز قراوة دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية. الغرق، الجروح، الصدمات، الكسور، يعني الكهرباء، الجروح، الصدمات الكهربائية والاختناق. 35 مشاركا ومشاركة توزعوا على 5 قرى في عزلة العمرية بمنطقة مريز بمحافظة الضالع. جرى تدريبهم خلال أسبوع كامل، حيث تلقى المشاركون فيها عددا من المهارات الطبية في إسعاف المرضى، بالإضافة إلى التدريب على استخدام المحاليل وغيرها. إذا في حصل حاجة في قريتنا أو في بلادنا شيء مستعجل، يمكن نحن أن نقدم له عون أو إسعافات أولية من أجل أن ننقذ ذلك المصاب. افتقار المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية في المحافظة لمثل هذه المهارات الأولية، خاصة في مناطق تشهد حربا مستمرة، تسهم في التخفيف على سكان هذه المناطق مما يلحق بهم. كما أن إقامة مثل هذه الدورات التوعوية باتت ضرورية، حيث تتفاقم معاناة السكان في ارتفاع عدد الحالات الطارئة من المدنيين الذين يتعرضون للكثير من الإصابات والنزيف بسبب القصف العشوائي على مناطقهم. محمد مريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.